مشاهدي قناة سودانية 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المايسترو. في هذه الحلقة نفتح باب النقاش حول المساهمات الاجتماعية وجانب المسؤولية المجتمعية لشريحة الفنانين الشباب تجاه مجتمعهم. أرحب في بداية هذه الحلقة بالأستاذ الموسيقار الأستاذ يوسف الموصلي. كيف حالك يا أستاذ؟ أنا بخير والحمد لله. إن شاء الله بخير. ولا ينقصنا إلا رؤياكم، مش عدم رؤياكم، إلا رؤياكم الغالية. يا سلام عليك يا أستاذ، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. الله يديك العافية، منورنا الليلة. الله يخليك. ورحب أيضا بالفنان الشاب محمد الفاتح زولو. أبو حميد. يا أبو حميد كيفك يا حبيب؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الحمد لله. الليلة سبور ورياضي وخلينا نعرف حاجات كثيرة كمان. لا إن شاء الله. تمام؟ تفضل. تسلم. ورحب ايضا بالفنان الشاب منتصر هلاليه. كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. اطول فنان في الاستوديو. كيف الامور؟ شكرا لك. مية. الحمد لله. الله يديك العافيه. تفضل. ورحب ايضا بالفنان الشاب نزار المهندس. السلام عليكم. ازيك يا نزار؟ كيف الحال؟ كيف الاحوال؟ الله يديك العافيه. بخير. الله يخليك. تمام. منورنا الليله في المايسترو. بنورك والله العظيم. واناقه ما شاء الله عليك. تسلم يا حبيبي. الله يديك العافيه. تفضل. ورحب بصوت الرابع في هذه الحلقه، الصوت الانثوي الوحيد في هذه الحلقه، وثاني اكثر فنان بعد منتصر، نسرين الهندي. كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. يعني عشان انت طويل يعني ولا كيف صحتك؟ تمام والله الحمد لله. الليله حتغني وحنتكلم عن موضوع انت برضو عندك به اهتمام كبير جدا يعني. ان شاء الله. تمام. تمام. حنسمع تمام. شنو؟ حنسمع لاحس لا خبر. كلماتي والحاني وتوزيعي. يا سلام. وده مدخل كمان لانه نحن نتكلم عن مساهمات المراه في جانب الالحان كمان. ان شاء الله. اكيد. تمام. ان شاء الله. دار ارحب بالفرقه الموسيقيه الجميله الموجوده داخل استوديو المايسترو، منوريننا يا اساتذه ومرحبا بكم. الله يديكم العافيه. تفضلي نسري. اوكي تمام. We'll be right back.
شكرا يا نسرين. تسلم يا شكرا يا اخي على الاداء الظريف والجميل ده. تسلم. نحن مفترض زي ما قلت لك وعدناك بحلقه انه نقيم فيها برضو التجربه بتاعتك. ما عندك في الالحان والله يا اخي، هي ما زول حيكون ضيف فيها لانه شايف من قبيل هو بيقول لك والله ما شاء الله عليك وكده يعني شغال معك كويس والله. زول ده يعني بجد يعني زول خطير. وفي الكواليس في الكواليس طلب منك هو ومنتصر طلبوا منك انك تلحني اليوم. والله يا الحاجه اللي انا بجد يعني ما عارفه، انا ما شايفه نفسي ملحنه خطيره كده او ما زول محترفه يعني الحاجه دي بالنسبه لي. سوى شفناه حسي قبل شويه ده انا طالب اغنيه تلحينها لي بس. طيب. والله يا اخي اذا هلاليه يعني والحانه جميله وزول والالحان العجيبه اللي بيلحنوا لنفسهم يطلبوا مني حاجه زي دي يعني ده معناته انا بجد مفروض اراجع نفسي في الموضوع بتاع الحانه. يا زولتي انت بتعرفي عن الموضوع ده بس جدا ما عندك اي مشكله. رايك استاذنا الموصلي؟ لا طبعا نسرين انا بفتكر بالاغنيه اللي قدمتها دي خطت نفسها في مقدمه الملحنات السودانيات. ومش تلحين بس، عندها افكار بتاع التوزيع رائعه جدا يعني لو اتأطرت وتنظرت يعني ممكن يعني تكون حاجه يعني خرافيه. انا ده احييكم جميعا وزي ما ذكرت انا في بدايه الحلقه دارين نتعرف عليكم من قريب والجانب بتاع المسؤوليه المجتمعيه اللي في داخل كل فنان منكم. كل واحد فيكم عنده مسؤولية تجاه مجتمعه تجاه شرائح بعينه ومفترض يكون واقف معاه بيشاركم كل المناسبات. أنا دار أبدأ بزولو وإنت ما شاء الله يعني مشيت برضو خطوات في الحمد في لله. القصة دي يعني الحمد لله. تتذكر اللقب اللي أداك له أستاذنا الموصلي؟ والله يا ما هو قال لك شنو؟ قال لي المطوفش. مطوفش أي حتى في ال حتى في ال جانب الإنساني ده أنت برضو ما شاء الله مشيت فيه بعيد يعني برضو مطوفش فيه يعني. أنا يعني أول حاجة أنا يعني من الحاجات اللي بحسها جميلة جدا وسمحة ودعمة جدا للفنان شديد يعني وقفتك يعني المجتمعية يعني مساهمتك أنت ذاتك في أعمال الخير يعني الحاجة دي مهمة جدا وبتدعم الفنان شديد. فالحمد لله رب العالمين أنه أنا سعيت في أكثر من تجربة في المجال ده ولسه مواصل يعني دي حواصل فيها ما حقيف ان شاء الله يعني باذن الله. فهي حاجه مهمه صراحه شديده يعني. عملت شنو يا زول؟ انا عملت كميه حاجات لكن حاجات الصبح ما بتذكر يعني دائما قدر ما تعمل خير فبتحب تذكره لكن اخر حاجه يعني هي دي المفترض انه انا اذكرها لانه لاهميه الموضوع ذاته. اخر بادره من اجل بلال من اجل بلال الطفل من اطفال ناس احتمال ربنا يعني يعني قاسم انا ما عارف عنه اخر معلومه لكن الشيء اللي بعرف انه اجتهدنا في انه يصل لحد ما مش تتعمل له العمليه بتاعت المويه في الراس. فيعني بندعي ربنا انه ربنا يشفيه ويديه الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله. وكل الشباب ما شاء الله يعني في حزو جاد جدا حزو حثيث زي ما بيقولوا الناس في انه الناس تعمل للخير. فالخير ده لابد منه والله صراحة. طيب دار أشوف نزار وبرضو أنت كفنان شاب عندك الناس اللي بيحبوك وبيحبوا غناك وبيحبوا الكاريزما وبيحبوا برضو يتابعوك على مواقع التواصل الاجتماعي. دور كله فنان إنه برضو يكون حاضر في كل المناسبات المجتمعية. أنا داير أقرب منك شوية وأعرف إنه شنو أنت المبادرات اللي أطلقتها أنت لخدمة شرائح بتحتاج لكم أنتوا قبيلة فنانين شباب يعني. والله طبعا هو الفنان هو دايما بفرح المجتمع اللي حوله الناس المحتاجين انهم يفرحوا يعني. كان يعني بتذكر انا اول بداياتنا يعني اشتغلنا كان لناس الملجأ الاطفال اشتغلنا لدار المسنات والعجزة اشتغلنا لاطفال السرطان اشتغلنا عدة يعني مناسبات لهاج الناس دي يعني. فكانت حاجه جميله وعمل الصدى كويس يعني حتى حمست ناس انهم يقوموا بالحاجات دي يعني الشهر. والحمد لله الحكايه دي ماشيه يعني. واكيد معجبينكم الناس اللي بيشوفوكم انتم مشيتوا في الدرب ده يعني. في ناس كميه حتمشي وراكم يعني على أيوة خطاكم اكيد اكيد الاساسيه بتاعتها بتكون كده. انه احنا بنحاول نسوق الناس انه يعني هم بعد ذاك يواصلوا الموضوع او يكونوا معنا في الموضوع ده.
المعجبين دي اول ناس بيسمعوا لنا او ما انا براي ما بقدر اعمل حاجه لقيت الواحد بتصفق زي ما بقولوا فبسوق معي ناسي بيجوا الحفله بيشوفوا بعد ذاك الاوضاع عامله كيف بعد ذاك بتلقاهم برام بيعملوا فيه حتى الناس اللي بيساعدوا ذات يعني بيساعدوا ماديا عينين وكده فبيتحمسوا لما يشوفوا المبادرات دي يعني بتاعت الفنانين طيب في فنانين كتار عملوا الحاجات دي يعني ما شاء الله يعني الحاجه دي ماشيه في السودان يعني. تمام نسرين انا ما اعرفه لكن المبادرات انا بشوف انها ضروريه جدا للفنان لانه الفنان دائما هو بيكون عنصر او شخص مؤثر في المجتمع فاكيد اي مبادره الناس معجبينه والناس الثانيين بيتاثروا به وبيتجاوبوا مع المبادره فانا مع المبادرات يعني دائما واي مبادره يعني بحاول بقدر الامكان ان انا اكون عضو فيها يعني نشوف نزار نزار انت ضيف جميل الليله علينا دارين نسمعك حنسمع شنو حنسمع حاجه للاخ احمد البلال اللي هو التحيه من هنا عمل فيني معروف خواقع فيني منه نسمع ان شاء الله يلا طيب تفضل مليتني ظنون نخوص حرمتني من سلامك حرمتني من سلامك حرمتني من سلامك كمان بعيني ما أشوف كمان بعيني ما أشوف قلبك لو نساني بقعر دماغي ذكروا اني كنت من ناس وحبايب قلبي فيه ومكفيه مزيد ليه ومصايب قلبي فيه ومكفيه مزيد ليه ومصايب هسا جار حظنك تعال راضيه طايب اعمل فيني معروف اعمل فيني معروف عود قلبي ينسى من غير اي صفة لو تقدر حبيبي تنسي المحبة عود قلبي ينسى من غير اي صفة
منه غدر ويهوار من مقام تبا حنين غدر ويهوار من مقام تبا عود زي مرادك يريد حبة حبة أعمل فيني معروف أعمل فيني معروف حرمتني بالسلام كمان بعيني ما أشوف كمان بعيني ما أشوف اهلا بكم من جديد نزار اعمل فيني معروف وهواك هسه اهم حاجه اكون عملت معروف لا عملت معروف كبير جدا فينا الليل تحيه لاحمد البلال وكلمات بحييه هو طبعا ده اول تعامل بينه وبينه كان وده عملت معه في عده اعمال ثاني ان شاء الله لقدام كنا نطرحها عليكم يا سلام رايك شنو يا استاذ في المعروف اللي عمله فينا نزار والله عمل معروف نزار اغنيته خفيفه ايوه لطيفه وهو كان لطيف في الأداء بتاعه وخفيف على قلوبنا يعني يمكن شوية كده يعني أدانا نسمة من الغنى الكبير فيه لازمات موسيقية كبيرة وحاجات زي دي يعني في الأيام الفاتت يعني السابقة لكن أنا بفتكر إنه أنا غلطت في الكلمة كان هذا الكلمة بتاعت حرمتني هو بيقول حرمتني باللغة العربية الفصحى وانا قلت له يا اخي ده غنى سوداني قول حرمتني فهو بيقول لي كويس بعدين بيقوم بيقول لي صح بعدين انت الميكروفون بينسى لا هي طبعا حرمتني هو قال لي قول حرمتني هي نفس اللفظ لكن في اللحن بيحكم الحاجه دي حرمتني طيب قول بالطريقه اللي انا قلت لك حرمتني لا ما كده حرمتني ممكن برضو اي لكن طبعا هو بذكرني اي صح يمكن عشان اتعودت على كده هو ذاكرته ذاكره الدجاجه معلش الدجاجه بتجي تاكل الحاجه تقول لها كرب تمشي ثاني تجي راجع تاكل تتذكر مصطفى سيد احمد كان بيوصفني كده انا ما نساي ايوه هو برضو بيقول لي قال لي صح هنا لكن يمشي الميكروفون بيقول دي يمكن عشان التعويذه يا استاذ لا طبعا تعويذه ما هي دي المشكله التعويذه هنا لكن لطيف ولذيذ ونتمنى انه نسمعه ثاني يا سلام طيب على ذكر المبادرات من المبدعين انا داير يعني اخلي الحلقه دي مناسبه لانه نحن نترحم على روح الاستاذ الشاعر الكبير محجوب شريف لانه كان واحد من الناس اللي عندهم باع كبير جدا في مساله المبادرات الانسانيه وكان قريب جدا من البسطة وهو نموذج متفرد فيما يتعلق بعلاقة المبدع بالبسطة ولا شنو يا زول؟ يا سلام والحقيقة أنا بترحم عليه ربنا يرحمه ويغفر يا أبا محجوب تأبونا يعني اللي هو يعني أبو المبادرات اللي لها علاقة بالإنسانية عموما فيعني عموما الشعب يعني يتعلموا منه الحاجة دي احنا هسه نحن حتى في كل مبادراتنا يعني قاعدين نشوف وعمل شنو؟ بنعمل نحن طوالي
انه يعني لو قلنا اللي نتكلم عنه صراحه ما حنوفيه حقه صراحه، فربنا يرحمه ان شاء الله. ابو المبادرات ابو الانسانيه يعني ان شاء الله، الله يرحمه ان شاء الله ربنا يرحمه. مبادره رد الجميل واحده من المبادرات اللي حشدت مجموعه من الناس، ووصلوا الفرقان والحلال، ووصلوا حتات بعيده شديد. يعني انا داير اعمل مش مقارنة، لكن دار أقول إنه أنتم كفنانين شباب عليكم برضو دور كبير جدا. صح قاعدين تقوموا بجهد، لكن حسب الحاجة اللي بيقولوها بعض الناس إنه دون المأمول، يعني أقل من الحاجة المتوقعينها منكم الناس. كيف أنتم يا منتصر بتدافعوا عن الحاجة؟ والله يا أخي شوف، أنا أقول لك على كلام إحنا ما باستطاعتنا اللي هو شنو باستطاعتنا إحنا قدرنا نعمله. إذا كنا قدرنا نساعد مثلا، اذا نحن هسه المجموعه دارنا نساعد، فممكن نقوم نعمل مثلا ننظم حفله كبيره بحيث انه ريع هذا نحن نوديه في اتجاه معين، قاصدين به مبادره بشكل معين صح؟ طيب انا لما نجي اعمل الحاجه دي عندي اجراءات قدامي المفروض اعملها لحد ما اصل لمرحله التنفيذ. فدي مرات بتكون عوائق بالنسبه لنا، تكون عوائق بالنسبه لنا. مرات بنعمل الحاجه لحد ما ننفذ، لظرف من الظروف ما مثلا مطر صبط بتاع الحفله ما تقوم الناس ما يجوا، الموضوع فشل. كل موضوع ما مننا نحن، بيرتبط بحاجات ثانيه كثير، لكن نحن كشباب او كفنانين عندنا الخطط. يعني هسه انا ما قد انا سيلي يمكن 7 شهور لورا بخطط لحاجه اسمها علاجك علينا، سلسله بتاعت مبادره طويله اسمها علاجك علينا. يعني ما حخصص سرطان بس ولا مثلا المايجوما ولا يعني لا كله يعني حيكون الموضوع عمومي داخل فيه الفشل الكلوي، داخل فيه السرطان، حيدخل فيه مرض الاطفال، مستشفيات الاطفال. يعني بيكون في حوجه لحاجات كثيره جدا وتكون مفقوده في زمن صعب شديد وضيق. فدي فكرتي في الموضوع، لكن للان ما تنفذ لانه زي ما قلت لك اسباب كثيره، ظروفي انا على الظروف في البلد يعني. طيب طيب نسمعك يا منتصر. نسمع شنو؟ نسمع الغريب انك بتسال. كلمات داليا الياس والحنانه، ان شاء الله تكون خفيفه الظل عليكم. والله يا اخي الحانك اللي بنعرفها نحن، نتمنى ذلك. انت قول يا رب، انت قول يا رب، حنستمتع بها اكيد يعني. ما في 2-3 يقول يا رب. يلا تفضل. يلا الغريب انك بتسأل عني وين، وانت عارف بيني بينك ما في بين. والضفاف بالفطرة تعريف جيت الموجات 200 200 200.
حلم عنا كيف دخل أبيات قصيدك وزال الحزن البيض بيه دمع سار في خديك تعرف الريد مصفر والنقاس المولى سير شكرا يا منتصر. شكرا لك يا محمد. يا هو ما خسرت الرهان يعني انه ما شاء الله هي الحانك دائما الحمد لله عندها وقع خاص. الحمد لله. انا بطالبه بلحن زي ما طالبني على الهواء برضو ما في اي مشكله جاهزين اثنين سلم تستلم اثنين انا بورطك اثنين اثنين طيب يعني دائما الحلقات او الموضوع المسار فيها دائما الحلقه تنتهي خلاص لكن انا واحد من الناس داير اكد موضوع المبادرات ده يعني نحن الموجودين الآن في الاستديو الشباب الغنوا والفنانين كلنا يعني الموضوع ده بعد ما نطلع احنا مفترض نبدأ عليه يبقى موضوعنا نحن. صحيح يعني الحلقة انتهت لكن موضوعنا بره فالحاجة دي والله مهمة شديد أنا يا سلام أنا والله يا محمد وصل أصلا موضوعنا أنا قلت لك لدي 7 شهور جاري في الموضوع بفتش وبعمل وعندي طيب. عندي فريق حامل مبدئيا كده يا منتصر مبدئيا كده يا منتصر هو ما موضوعك براك هو موضوعنا لا هو موضوعنا احنا اوريدي موضوعنا يعني احنا جاهزين ونحن حنكون معاك بس خلينا نسمع راي استاذنا الموصلي في الاغنيه اللي غنيتها تمام رايك يا استاذ انا اصلا طبعا يعني من المعجبين بتاع منتصر من الفانس والاغنيه كان في صعوبه شوي في تنفيذها لكن احيانا بعد الولادات القيصريه بيطلع طفل جميل وقد كان يعني وبعدين يعني منتصر انا دائما بيشدني فيه قبل الحانه طريقته في الاداء مهما اللحن ده كان سهل ما صعب بالمناسبه لكن في حاجه كده حصلت غيره لكن لما غناه جا راجع بكل عنفوانه الصوتي وعنفوان شباب طبعا هو شاب صغير
ما يحاولوا ناس، في ناس بيحاولوا يكبروا احسن يبعزون في الاستوديو هنا. لا 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 ما تشوف البراءه. انا عارفه كويس محمد اكبر مني في 3 سنة بيتكلم. غنى غنى جميل، غنى غنى جميل، واللحن بتاعه جميل ومنساب، ويعني انا خلاص بقيت اغير منه في بيتنا. يا سلام. الاسره كلهم منتصر، ما قلت لهم زي ما قلت لك بلا منتصر، لكن انا في قرارات نفسي انا واحد منهم. يا سلام. شكرا لك يا استاذ. طيب. على ذكر المبادرات برضو نحن ما ننسى نترحم على روح الراحل المقيم محمود عبد العزيز، واحد من الفنانين اللي وهب نفسه للمبادرات الإنسانية وقام بمبادرات كبيرة جدا، يمكن كلكم أنتم بتشهدوا بالكلام. نعم، وبنحيي حجة فائزة، رمضان كريم وكل سنة وانت طيبة والعافية تبراك إذا كنت بتشوفينا في اللحظات دي. محمود عبد العزيز برضو واحد من الفنانين اللي كان عندهم إحساس عالي جدا بكل حاجة عنده علاقة بمجتمعه الحوالين والمجتمع البسيط. محمود كان قريب من الناس جدا، ربنا يرحمه إن شاء الله ويجعل مثواه الجنة. وأنا داير برضو أشيد يعني بواحد من الفنانين الشباب، حقيقة عمل مبادرة ودفع فيها دم قلبه من جيبه الخاص عشان المبادرة دي تقوم في 2 على التوالي. فنان الشاب شكر الله عز الدين، مبادرة عشان بلدنا واحدة من المبادرات اللي لاقت صدى كبير جدا. هو حشد مجموعة من الفنانين الشباب زملائه في مبادرة عشان بلدنا في الموسم الأول وفي الموسم الثاني، وكان إنتاج من جيبه الخاص. حتى الشركات ما ساهمت برعاية. على اي حال احنا ما دارين نقسم ظهر الفنان الشاب شكر الله عز الدين، بنشد على يده وكل الشباب اللي شاركوا معاه في مبادرة عشان بلدنا. احمد البلال الشاعر المجيد الزول الجميل جدا، والموسيقي الفنان حسام عبد السلام، ومجموعة الفنانين الشباب اللي شاركوا في مبادرة عشان بلدنا. بنرفع عليكم القبعة، ده احترامنا وتقديرنا نحن كناس أصحابكم، وبنشوف وبنقول إنه الحاجة اللي أنتوا عملتوها دي فتوا الكبار والقدركم بالمبادرة اللي أنتوا قمتوا بها. كتر خيركم والله يجزيكم خير على الحاجة اللي أنتوا عملتوها. هنسمع منه في النهاية، ما في زول غيرك لفتك. أنا بتلفت غير أشوف ليه زول تاني. أنا هغني أصلا، هقول الدم بحين للدم سامحني يا والضم، كده أنا على الشيطان فعلت فوق كندم، في ظل محنة نعيش ألزمني لك ألزم الزول بشيل أخو سامحني يا والضم. الغنية دي من كلمات أخوي جدا وصديقي سليمان عطية والحاني، فبتتكلم عن لما شملوا المحبة. يا سلام. يعني من ويلات كثيرة جدا ونحن يعني محتاجين في اللحظة دي، يعني أي محتاجين الدم حين أكثر كمان. يا الله يا إن شاء الله يا زولو، عشان نمشي كمان في موضوع المبادرات ده لقدام، فالدم حين نمشي نقول الدم حين. الشيطان فعلت فيها ندم، الدم بحل الدم سامحني يا والضم، كده على هذا الشيطان فعلت فيها ندم. يا داري يا يما جسمي انفقد دم، داري يا يما جسمي انفقد دم، عيني مجافية النوم قلبي الكتير هم، عيني مجافية النوم قلبي الكتير هم، قلبي الكتير هم.
اخوي دفقت دمعي بكيت الروح تحل الروح وانا لاخوي حنيت مديت يدي لاخوي دفقت دمعي بكيت الروح تحل الروح وانا لاخوي حنيت دفقت دمعي بكي الروح تحل الروح وانا لأخو حني صوتي لي ضمة ترمي المحن فوقي الروشة تتلمى يا دنيا مالك لي صوتي لي ضمة ترمي المحن فوقي الروشة تتلمى أنا يا دنيا مالك لي صوتي لي ضمة ترمي المحن فوقي الروشة تتلمى الروشة تتلمى اخوانا هاي ليمو يا اخوانا هاي ليمو يا اخوانا هاي ليمو خلوا في تنغادي راية الصلح تيمو والعزة لبلادي دارفورنا دارفورنا ما بيضيق حدادي مدار لو النفوس طابة لأخوك مدهار يا اخوانا هاي يمو وخلوا الفتن غادي دارفورنا 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 ما بيضيق حدادي مدادي لو النفوس طابة لأخوك مدعار لأخوك مدعار Da 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 da
شكرا يا زولو. شكرا والله. إيقاع جميل وأداء جميل والحان رائع منك ما شاء الله عليك. تسلم والله. تسلم يا محمد. قلت لي اسمك منو؟ اسمك منو؟ المطوفش. الطوفاش حاصل أصلا. طيب يا أستاذ، الأغنية اللي أنا سمعتها دي بتذكرني بعض القبائل، كان في غرب السودان أو في غرب أفريقيا، زي الهاوسة، زي الداجو، زي الفلاتة، زي الفولان، زي بعض النغمة الطلعة زولو في الأغنية دي هي خماسية، طبعا خماسية بحتة. وطبعا زمان عمنا إسماعيل عبد المعين كان بيسمي المقام الخماسي الزنجران، نسبة إلى الزنج. و المغاربة بيسموه مقام عبيدي. لكن هي الكلمة دي ما إساءة هنا عندهم. هم بس يعني كأنه بيصفوا بها اللون الأسمر. لكن ما عندهم فيها سؤنية يعني كالمغاربة. لكن اللحن اللي أنا سمعته منه ذكرني طوالي عمر عبده في جاز الديوم، فرقة جاز الديوم، لما غنوا يا ربيع أخضر مال عيوني، ولما غنوا برايا خلة أنا من عيني النوم قلة. يا سلام. طبعا غنوها بكلمات جميلة، وفي ناس قاموا جد تاني غنوها. عادة الذول لما يغني الحاجة بيحب يحسنها، في ناس غنوها رجعوا لي ورا بكلمات تانية. لكن المهم ذكرني بالنوعية دي من القبائل اللي هم بيتميزوا بصوت رنان وجميل وطروب. يا سلام. طروب جدا. زولو ده غايته كل مره بيجيك بحاجه براها. يا سلام. ودي مشكلته زي مشكله هلاليه معنا. ربنا يحفظهم والله الاثنين يعني. الله يديك العافيه. شكرا جزيلا استاذنا الموصلي. شكرا يا نزار. شكرا منتصر. شكرا محمد الفاتح زولو. شكرا يا نسرين. تسلم. وشكرا لكل فنان شاب كان عنده اسهامه الواضح تجاه مجتمعه، كان عنده وعيه بقضايا مجتمعه، ومشارك بنفسه وبماله وبجهده في كل المبادرات اللي بتتعمل في المجتمع. وانا داير اهمس في اذن الفنانين الشباب انه لسه المجتمع داير منكم كثير. منتصر مصر اختم الحلقه وتفضل يا منتصر. كنت ذاتك لانك برضو عندك مبادرات ومساهمات في استراحه الاطفال للسرطان، حدي مشاركتك في المسلسل الله يديك العافية. فبرضو احنا نشكرك زي ما انت يعني بتحاول تكون مصباح ان تدور لنا الطريق بتاعنا انه نمشي فيه في السكه دي، فانت فعلا مصباح للناس اللي ما عارفينها. فبس حابب اشكرك. شكرا يا منتصر. شكرا لك. شكرا لكل زول تابعنا الليله في هذه الحلقه من برنامج المايسترو. غدا يتجدد اللقاء. الى اللقاء.